مرحبا متابعي الصفحة الحرة السودانية وقناة سودان بكرة، بنحييكم من العاصمة السودانية الخرطوم من مدينة أم درمان، من أمام استاد المريخ بأم درمان الأرض، أمام استاد المريخ، وقفة احتجاجية لثوار مدينة أم درمان للمطالبة بالمدنية والإسراء في محاصبة قتلة أبناء الشعب السوداني. احتياطي شو تايم خلف الكاميرا. المريخ بأم درمان، لجنة مقاومة مدينة الأرضة بأم درمان، الوقفة الاحتجاجية أمام استاد المريخ بشارع الأرضة للمطالبة بالمدنية والمطالبة بمحاسبة قتلة أبناء الشعب السوداني. اليوم 23 يوليو 2019، من أمام مبنى أو من أمام استاد المريخ، الثلاثاء 23 يوليو. ليست هنالك مباراة يا شباب، هذا وقفة احتجاجية مطالبة لتحقيق الأداء وتسليم السلطة. الدم قصاد الدم، من نقبل الدية. هذا اللافتات التي أمامي أو أمامكم في الكاميرا.
جزيلا المتابعية المباشر والحقوق الثانية إلى أن نلتقيكم هذا جانب من وقفة لجيلة الثوار مدينة أم درمان. شكرا جزيلا.